اليوم انتم منين جايين؟ والله احنا من الكويت جايين البصره ان شاء الله. يا هلا بيكم. وان شاء الله نجي الفلوجه ان شاء الله باذن الله. شلون شفتوا اجواء العراق؟ والله الجو كاننا قاعدين ببيتنا. وكثر ما حبيناهم وانعجبنا بالبشر والناس، حتى لبسنا لبسهم لبسنا، قلنا احنا خلاص احنا عراقيين. ما رسميا اليوم اعلن الاتحاد الخليجي انه البطوله القادمه ستكون بالكويت ان شاء الله. شلون راح تستقبلون العراقيين؟ قلوبنا والله، قلوبنا وبيوتنا وعيوننا، ما يحتاج انتم اهلنا، ما قصرتوا فينا وضيفتونا، والناس النشامه الطيبه ما فتحت البيت وما قصروا فينا والله. وان شاء الله احنا نتمنى بس ان شاء الله تجونا ان شاء الله وتشوفون منا ان شاء الله كل خير وطيب ان شاء الله. شكرا جزيلا، يا هلا، اوقات ممتعه، ساعة المباركه. الشكر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يسلمك. جينا اليوم على الاجواء. الاجواء كلش حلوه رائعه، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. تتوقع مباراه يوم غد؟ والله المباراه هي ان شاء الله سهله على منتخبنا. المنتخب القطري ما عنده ثلاث اربع لواعب على مستوى التك اليسرى واللاعب رقم 10 والشبه اليسار، وان شاء الله منتخبنا مدجج بالنجوم وعلى مستوى. منين جاي اليوم؟ احنا من بغداد، ومن بدايه البطوله لحد الان مستمرين ان شاء الله للنهايه. ان شاء الله يا رب كل التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. شفنا اليوم على الاجواء. والله الاجواء جميله بوجودكم وبحضوركم، وشكرا لكم ولا كل كادر قناه الفلوجه. الله يسلمك. الله يحفظك. لتغطيه خليج 25 مو شغله بطوله، احنا نريد فرصه، احنا نريد فرصه تفرح الناس، احنا نريد فرصه تفرح الناس، مو شغله بطوله وناخذ الكاس، لان جرح الشعب تذرع لطوله. نريد الناس تفرح بالبطولة، الشعب واعي ويحب ويملك إحساس. إحنا نريد فرصة تفرح الناس. السن اليوم ويا الشيعي فرحان، السن اليوم ويا الشيعي فرحان، ويردون العراقي يصير بستان. ورغم السن اليوم ويا الشيعي فرحان، يردون العراقي يصير بستان. ورغم فرق العقائد والخلافات، رغم فرق العقائد والخلافات، يا ريت السن يكون ببيت نيبات، وورد ننثر عليه وننثر الياس. احنا نريد فرصه تفرح الناس، احنا نريد فرصه تفرح الناس يا حبيبي. الله يحفظك.